بسم الله، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم غادي نقترح عليكم ملوي ومسمن في مرة واحدة إن شاء الله، جوج طرق. كلشي كيعرف يدير المسمن، أنا فقط غادي نتقاسم معكم الطريقة ديالي، ونتمنى أنكم تتبعوا الفيديو حتى الأخير. صدقوني أن هاد الملوي أو ولا المسمن بجوجهم كيجيو رائعين، يعني غادي تشوفوا الطريقة سهلة جدا بالنسبة للطريقة ديال الملوي، وحتى بالنسبه للمسمن العادي فكيجي فن وكيجي محلول من الداخل كيف كتشوفوا، كيجي هشيش. كنتمنى انكم تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير. بالنسبه للعجينه ديال المسمن او الملوي كيف غادي نستعمل، عندي هنايا مقدار واحد ديال دقيق الفورس، يعني واحد تقريبا واحد 500 غرام، وعندي النصف ديالو ديال الدقيق الفينو، الدقيق الابيض، عفوا الدقيق الممتاز، دقيق القمح الصلب، عندي 250 غرام، يعني دائما مقدار ديال الدقيق الابيض ونصف مقدار ديال الفينو، وعندي واحد يعني واحد شويه فقط ديال خميره الخبز. الا ما بغيتوش ديروها فممكن ما تستعملوهاش. صافي، واحد معلقه صغيره ديال السكر سنيده غادي نعجن، وغنعجن عادي بالماء بارد من الروبيني، ما غاديش كيف كتشوفوا ما غاديش ندلكها ما حتى شي حاجه. اللي مزروب غادي يدلكها بالطبع واحد شويه باش يستعملها، واللي ما مزروبش بحالي انا غادي نجمعها فقط بحال هكا كيف غادي تشوفوا، وغادي نحطها في البلاستيك وغادي نخليها ترتاح مده طويله واحد شويه تقريبا واحد ساعه ولا ساعتين فقط، وغادي نجي فقط غلقها دلكات راسها، يعني ديك البلاستيكه انا فقط خديتها غير واحد دابا غير واحد شويه كنجمعها فقط ما غاديش ندلكها كيف كتشوفوا. الا ما بغيتوش ديروا الخميره ديال الخبز فممكن ما تستعملوهاش، يعني بالنسبه للمبتدئات الا ما قدرتوش تتعاملوا مع الخميره الخبز فغيجيكم هذا الشيء غليظ، يعني ما غاديش يجيكم مزيان. فالا ما بغيتوش تستعملوها فما تستعملوهاش، يعني بحال بحال. انا درت واحد شويه فقط، خليتها هنايا كيف كتشوفوا ارتاحت. من بعد ما ارتاحت هاي دلكات، غادي عجينة خفيفة قاصحة، عفوا مجموعة ماشي قاصحة بزاف وماشي خفيفة، يعني عجينة شادة في راسها. من أسرار النجاح ديال المسمن أو الملاوي تكون العجينة شوية مجموعة قاصحة شوية، ما تكونش مرخوفة. درت كويرات على حسب الاختيار ديالكم، لو بغيتو ديرو كبير كديرو كويرات كبار، بغيتو ديرو صغير غديرو كويرات صغار. أنا درتو المسمن درتو كبير والملاوي درتو متوسط. صافي، غادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه على ما نوجد هذيك المقادير اللي غادي ندير. صافي، هنا خديت الزيت وخديت الزبده من نوعيه مزيانه، من نوعيه جيده او ديال لابواط المارغرين، ما استعملكمش ما ننصحكمش ديروها. صافي، وهنا خديت واحد شويه ديال الفينو، غادي نضيف ليه واحد معلقه فقط صغيره ديال خميره الحلوى، كتخليه انه يجي مفروق من داخل هذا المسمن، وكتخليه يجي ما يشربش الزيت بزاف، كيجي ناشف وفي نفس الوقت مفروق. كدير ليه داك الفيطاج، ديك العمليه ديال الفيطاج، هذا الخليط كيديرها ليه. صافي، وغادي ان شاء الله نبدا نشكل. غادي كلشي كيعرف يشكل المسمن بالطبع، انا فقط كيف ما قلت لكم غادي نتقاسم معكم الطريقه اللي كندير دائما في تحضير الملوي. طريقه سهله في الحقيقه، انتم كتشوفوا معايا الاساس انني نرقو مزيان، ما نخليش غليظ العجينه. دابا هاد الكرصه هذيك نرققها مزيان حتى كيبان لي سطح العمل كيف كتشوفوا، راه مدلوكه ما حتى شي حاجه، وشوفوا النتيجه ديالها. كيف قلت لكم خليتها ارتاحت، ها انتم شوفوا. صافي، كندير الزبده وكنرش بداك الدقيق الفينو مع الخميره اللي مخلطين، ومن احسن كنديرو انا على شكل مستطيل بحال هكا باش كيجي الشكل ديالو مزوين. صافي، وكنكرص شويه، كندير شويه فقط ديال الزبده ثاني والفينو، وكنلويه بحال هكا كيف كتشوفوا، والفيديو كيوضح لكم كلشي. كنخلي هاد الشريط يرتاح شويه باش كنقدر نمدو، هذا شريط اول كنت خدمته قبل. صافي، غادي نبدا نلوي فيه، ما غاديش نزير ايديا ما حتى شي حاجه كيف كتشوفوا معايا، كنلويه عادي بحال هكا، وضروري كنمدد شويه العجين. صافي، كنبقى نلوي فيه بحال هكايا،
طريقة سهلة، وكنجمع الجوانب لداخل باش ما كيخرجوش ليا كيف كتشوفوا. صافي كنبقى غادا بحال هكا. يعني هاد الطريقة راه جد سهلة من الطريقة العادية اللي كنا كنديرو، ديال اننا كنمدو كل شريط بوحدو وكنبقاو كنرقو فيه، صعيبة. هذه طريقة سهلة وعملية صراحة، ما كتحتاجش الوقت بزاف كي غتشوفوا معايا انتوما. الاساس في انا حيت مستعمل انا الخميره راه كنرقق مزيان، وكيف ما قلت لكم المبتدئات الا ما قدروش يديروا، الا ما بغوش يديروا الخميره فمن الاحسن ما يديروهاش، لحقاش الا داروا الخميره وما قرصوش مزيان هاد يعني ما بسطوش مزيان، فغادي يجي بحال الخبز، ما غاديش يجي مزيان، غادي يجي بحال البطباط. دونك من الاحسن ما ديروش الخميره، ماشي ضروري الخميره، راه ماشي ضروري. كيف نعاود نكرر؟ صافي كنبقى غادا بحال هكا كيف كتشوفوا معايا. هذا بالنسبه للملوي حتى كنكمل. وهنا من بعد ما كنخليو هذوك الملويات شويه كيرتاحوا، عاد كنديروا لهم بحال هكا كنقلبوهم وكنعاودوا نخليوهم يرتاحوا شويه. ضروري، هذا هو السر ديال النجاح ديال الملوي، كيرتاح مزيان باش ملي كنبغيو نطيبوه نبسطوه كيتبسط بسهوله. صافي دابا غادي نبدا في التحضير ديال المسمن. كيف تشوفوا صراحه حسن ما كياخدش وقت كتير في التحضير، وكيف ما قلت لكم العجينه راه مدلوكه ما حتى شي حاجه، وكتشوفوها كيفاش عطات النتيجه. انا كندير بزاف تاني، مهم غادي نبسطو مزيان بحال هكا كيف كتشوفوا، ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش غليظ. المقله راه ديجا درتها كتسخن، غادي نبدا نطيب ان شاء الله. صافي يلا سي بعد مني. من اسرار النجاح ديال الملوي او المسمن، العافيه تكون المقله تكون سخونه بزاف والعافيه تكون شويه عاليه باش كي تساعدوا على داك الفيطاج باش كي يتحل من الداخل، والتقليب المستمر هادو هما الاسرار ديالو، لا المسمن الى الملوي. ما كتخليوش حتى كيطيب على جهه وعاد كتقلبو، لا كتبقاو تقلبو من جميع الجوانب دائما بحال هكا باستمرار، وهو كيعطيكم داك الفيطاج. وهانتوما معايا في بالنسبه للمسمن، غادي نبسطو حتى هويا وغادي نديه باش يطيب. دائما كيف ما قلت لكم القلب المستمر كنطرقو حتى الجوانب ديالو باش ما كيجيش غليظ الجوانب، وغادي نحطو غادي نقلبو او ميم طون. صافي غادي نقلبو دابا وكنبقى نقلب فيه حتى كيعطيني داك الفيطاج اللي بغيت، ماشي ما كيجيش لاصق المسمن وكيجي يعني ما كيجيش مزيان، كيجيش فيه دوك الوراق يعني دوك الوريقات ديال العجين من الداخل، كيجي محلول وكيجي فيه الفيطاج. صافي كنبقى نقلب فيه بحال هكا التقليب المستمر. ما كنديرش الزيت انا هنايا، واحد الاشاره بالنسبه للطياب ديالو، كندير مره واحده شويه الزيت في المقله صافي، ما كنحتاجش انني نبقى ندير الزيت بزاف لحقاش. صافي راه فيه الزبده من الداخل فكفايه. صافي كنبقى غاده بحال هكا كنقلب فيه كيف كتشوفوا، غادي يبدا يعطينا داك الفيطاج. شوفوا كيف كيجي باقي سخون، كنقلب من جديد. صراحه حسن كيجي كيشهي كيف كتشوفوا، كيجي رائع وكيجي يعني هشيش وما كيجيش يعني بحال لاستيك، كيجي رائع يعني صدقوني كيف كتشوفوا معايا راه النتيجه كتجي رائعه. صافي انا غادي نكمل ونلتقاو ان شاء الله بالشكل. صافي انتما كيف كتشوفوا نلتقاو ان شاء الله في الاخير. هانتوما كيف كتجي، كيجي محلول مزيان وكيجي هشيش، كيجي فن صراحه. صافي وكان هذا هو الشكل ديال المسمن والملوي. انا فقط كيف ما قلت لكم كنتقاسم معكم طريقتي، وانتم كيف كتشوفوا كيجي محلول من الداخل وكيجي يعني رائع، واخا كيبقى يعني كيبقى رطب ما كيبقاش ما كيجيش ما كيبقاش بحال لاستيك ملي كي يعني بحال كما كنسميوه كيتجبد، لا كيبقى هشيش وكيبقى رطب وكيبقى يعني رائع كيف كتشوفوا. هانتوما كيف كتشوفوا ما كيجيش قاصح، شوفوا كيف كتشوفوا هانتوما يعني المسمنه كنلويها، وهانتوما هانتوما كتشوفوا الشكل ديالو محلول ورطب وهشيش
كنتمنى ان الوصفه تعجبكم وتجربوها، ودائما ما تنسونيش من اللايك والاشتراك اللي ما اشتركش معايا في القناه، وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد، والى فيديو قادم بحول الله، ودمتم في رعايه الله، والى اللقاء.